مشاهدينا أهلا بكم مجددا في هذه الحلقة من بيروت اليوم. أستضيف الآن المرشح المقعد السني في طرابلس دكتور مصطفى علوش. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا. شكرا. يعني آخر لقاء كان نحن وياك على البلاتو، من هون أعلن الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي بعد دقائق من انتهاء المقابلة معك. حضرتك معروف أنك عندك تمايز بالموقف مع تيار المستقبل، ولكن أيضا عندك وفاء مطلق للتيار حتى من بعد إقصائك عن النيابة مرة مش مرتين وقتها كمان ديما جمالي. حتى بالمرحلة الأخيرة وبعد الثورة كنت حتى داعم للرئيس سعد الحريري. ليه اليوم هذا الاختلاف؟ خلينا نقول مش خلاف، لا فيك تقولي خلاف أكثر من اختلاف. الموقف بالنسبة لي بالخروج من النيابة وموقف ذاتي، ولكن أيضا لأنه بقراءتي للمرحلة بال2009 وبال2018، لأنه أنا بال2009 ما ترشحت. بال2009 كانت أنا مني نائب تسويات أو مني من الناس اللي بيفوتوا بقلب تسويات، فدوري بينتفي وقت اللي بيكون فيه تسويات. بال2009 كان في سين سين، أنا بقيت بمواجهة مع النظام السوري بقدراتي الذاتية بالإعلام وبالكتابة وبكل شيء حتى بعد السين سين. وسنة 2018 كنت باقي على مواجهة مع التيار الوطني الحر بوقت الرئيس الحريري كان رايح إلى على تسوية مع التيار الوطني الحر. صح. فلهيك ماني إنسان المرحلة بهذيك الوقت، كما حتى على الوزارات المتتالية. سنة 2014 رفضت أنا الوزارة، أنا مش رفضتها، يعني اعتذرت عن الوزارة لأنه اعتبرت أنه في غيري لازم ياخدوها بهيدك الوقت، حتى منه انقلبوا على الرئيس الحريري. لكن بال2016 وال2018، من 2016 كان في سبب طرابلسي لهالشغلة هيدي، وحدا تاني كان حابب يكون. بال2018 بعد ما انطرحت قصة وزارة الداخلية أيضا كمان اعتبرت أنه أنا ما بناسب مرحلة التسوية فطلعت. لكن بالمقابل أنا من الناس اللي بيعتبروا أنه شخصية سياسية شخصية فردية، لازم يكون جزء من فريق عمل، وهذا الفريق لازم يكون في معارضة وموالاة بقلبه. أنا اعتبرت حالي عم مثل من ناحية الاقتصاد ومن ناحية الرؤية الاجتماعية الجزء اليساري الليبرالي، يعني كنت أكثر ميول نحو اليسار لكن يسار ليبرالي. من ناحية المواجهة اعتبرت حالي أنه أنا ضد المهادنة ضد التسويات، ولكن علينا أنه نحافظ على الروح ضمن التيار وقت اللي بيكون في خيارات ديمقراطية نروح بهالاتجاه هذا. لكن القرار، وبقيت مع سعد الحريري دافع عنه حتى لكل اللحظات وكل الوقت، ولاقي شيء مع وضوحي يعني بكلامي. كنت نبشه على مبررات؟ كنت تبحث له عن بعض مبررات؟ الأحيان كنت، بعض الأحيان كنت، لكن في محلات كنت ما أقدر حتى لاقي هالمبررات. بعض الأحيان كنت حس أنه هيدا الحدود تبعته. وعلى كل أحوال بكتير مقابلات معك كمان كنت تسأليني هالأسئلة بالذات. صحيح. سعد الحريري باللحظة اللي كنا سوا فيها هون أعلن خروجه من المعركة الانتخابية، ونحن تيار ديمقراطي، تيار يعمل للانتخابات، وتيار ما عنده منه ايديولوجي ولا ميليشيا مسلحة. الخروج من الانتخابات تعني الخروج من الحياة السياسية، مش صحيح أنه والله نحن عم نعد لمرحلة تانية، خاصة أنه الخروج كان حسب ما شفت هو، وتفاجأت كمان وقت اللي كنت عندك. صحيح. لأنه كنت عم بحكي شيء تاني تماما، أنه هو عمليا من دون خطة مدروسة. كيف يعني؟ مش انه والله نحن رايحين طالعين كتيار سياسي لإعادة رص الصفوف، لإعادة بناء قاعدة مبنية على، وتوقعنا بوقتها ربما يترك الحرية للأفراد بأنه يترشحوا، يعني حتى صحيح. حرية الأفراد صارت ممنوعة داخل التيار. نعم ذاكرتك حاضرة. أنا طبعا. هيك كان، هذا كان أنا قراري وقناعتي بهذيك الوقت. لمن إجا القرار بهالشكل هذا بعد ما تناقشنا وحاولت أني أفتح باب للنقاش، وأعلنت وكنت معلن استقالتي ثلاث مرات، أو مش معلن، طالب الاستقالة ثلاث مرات لأسباب غير هالقضية هيدي، إلى علاقة بالاستمرار بالتسويف وعدم بناء رؤية محددة. وصلت لمرحلة أنه أنا مقتنع أنه الفراغ سيقضي قبل كل شيء على التيار اللي أنا كنت جزء من بنائه من سنة 2000، من سنة 98،
وسيقضي على التضحيات اللي ضحت فيها قيادات استشهدت من تيان السقبل وقيادات ناضلت وشباب خلقوا وربيوا معنا بقلب تيان السقبل. فساعتها اعتبرت انه هذا وقت الاصرار على الاستقاله. لما قبل الرئيس الحريري ما كنت عندي رؤيه اني انا رح اترشح، ولكن بعدين لقيت لما شفت الوجوه المرشحه على الاقل قبل ثلاث مرات قدمت استقالتك. تم رفضها؟ تم رفضها بشكل قاطع. هلا تم قبولها بالاخر، لانه انا وصلت اصريت بشكل قاسي، خاصة لما بلش اعلنت موقفي انه انا ضد الانسحاب من الانتخابات. اعلنت موقفي انه في مبادرة بلش فيها الرئيس فؤاد السنيورة بهذيك الوقت لإعادة احياء الدخول بالانتخابات بشكل من الاشكال، اعلنت تأييدي لها. فبلشوا رفاقنا اللي تربوا على ايدينا بالسياسة وبالهذا يعتبروني اني او يحكوا ويصرحوا اني انا خاين. فاعتبرت انه إهانة لسعد الحريري إذا نائب رئيس تيار المستقبل يتهم بالخيانة. فالأفضل أنه أصر على وأصريت على الاستقالة، ووقتا قبلت وطلعت وأعلنت. يعني اليوم كل حدا استقال ويمارس العمل السياسي يعتبر خائن لتيار المستقبل؟ هلأ بالأول هيك بلشت عند الكثير. يعني أنت خائن، فؤاد السنيورة خائن، سامي فتفت خائن بالبداية. هلأ ما الكل خوينه، يعني اللي أعلنوا أنه مستمرين بقيت القصة، لأن ما بعرف الأسباب، وأنا ما بدي فوت بهال أنه مين أحسن من مين ولا بي أحسن من بي. ما هي القصة. القصة أنه نحن قناعتنا السياسية اللي أدخلتني أنا وغيري بتيار المستقبل من سنة 98 هي ذاتها اللي خلتني أعذر سعد الحريري على موقفه، وأيضا أعفيه من مسؤولية، وهي واللي هي أعلنا الأسباب الأخرى ما بعرفها. فأنا بدي أعذره على هالموقف هيدي، وأعفيه أيضا من مسؤولية مخالفة رأيه واستقيل من تيار المستقبل ومن نيابة الرئيس. لأنه يعني بدي أقول لك الموقع اللي أنا كنت فيه هو أعلى موقع بعد رئيس التيار. نيابة رئيس للشؤون السياسية مع هذا كله أعلنت هذا الموقف، لأنه ما بدي أحشره، ما بدي أخليه بموقع أنه ما حدا عم يرد عليك. ولكن أيضا احتجاج، أنا ما بقبل حدا يقول عني أنا ربيته بقلب تيار المستقبل وعلمته الألف باء السياسية وكيفية التفكير بالسياسة. هذا كلام كبير. لا لا، مش عم بحكي على الرئيس الحريري بالتأكيد. رئيس الحريري زعيم تيار المستقبل، عرفائنا اللي تربوا على إيدينا واللي علمناهم كثير من الأمور، وكانوا يعتبروا أنه الصقر تيار المستقبل، وأنا ما كنت أعتبر حالي هيك، هو أنا يجي يقول لي أنت خاين وأنت طعن بالزهر. فلهيك أنا بقول لك أنا ماني عتبان عليهم، لأنه قد لا يدرون ماذا يفعلون، ما بعرف، ويمكن هن مغرر فيهم، يمكن هن عندهم عبادة الشخص تتخطى. بركي هن عم يحسبوا لمرحلة مقبلة عندما يعود سعد الحريري إلى العمل السياسي تيكون بعد لهم دور. ايه اكيد، اهلا وسهلا فيهم. لكن بدي اقول لك شغله كمان للاسباب اللي حكيتها، غياب 4 سنوات عن الحياه السياسيه شو بيعمل؟ لو كنت انا حملت حالي وطلعت لبرا ورفقاتنا كمان طلعوا لبرا وعندهم شؤونهم الخاصه عم يدوروها، كنت بقول لك اوكي نحن برا عملنا جروب بالخارج وعم نناضل من الخارج، لكن نحن باقيين هون منا رايحين محل. هل لطفي انه سعد الحريري صار برا؟ هو طلع، هو سافر، مش انا اللي قلت له، انا ما عم بلطشه، هذا واقع. لكن بس سؤال هون بموضوع برا، يعني سعد الحريري خير بمحل بين العمل بالخليج وبين ممارسة الحياة السياسية، يعني موقفه كمان كان صعب بين انه يختار بين عمله الشخصي وحتى الحياة السياسية. لهيك قلت لك انا بتفهم القرار، مع انه انا مثلا خيرت بين اني روح اشتغل بالخليج واقبض 25000 دولار بالشهر وبين اني ابقى ناضل بقلب طرابلس. طبعا الفروقات كبيرة. يعني انت بتعتبر انه هو ما بقى بلبنان تيناضل؟ عم اقول لك يمكن هو برايه انه بده يناضل من الخارج. انا ما اقتنعت بهالفكرة، ما اقتنعت، ما احترامي، برجع بقول لك انا ما بدي اروح. يعني هو الزلمة غايب، هو اللي بحق له يدافع عن موقفه طالما ما اعطانا المعطيات لحتى ندافع عنه. وتفهم اللي سبب اللي اخرجه، وتفهم التضحيات الهائله اللي تضحاها من سنه 2005 الى 2017 من خساره
والده الشهيد شهيدنا الكبير اللي حرر لبنان، إلى خسارة الأموال الطائلة لأنه كان واقف جنب الناس بالسراء والضراء، وأنا بعرف قديش كان لغى حاله ونهى حاله بسبب هالشغلة هيدي، لكن بالنهاية بقينا نحن هون. شو اللي ما بتتفهمه؟ عم تقول لي بتفهموا عمل هيك بتفهموا عمل هيك، اللي ما بتفهموا الخروج من الحياة السياسية من دون بوصلة سياسية للمحاذبين. يعني أنت بتعتبر أنه هو فلت الطائفة السنية يعني رماها؟ ما فرقني معي أنا، ما يعني أنا بالنسبة لي بتعامل مع سعد الحريري كقائد لتيار سياسي أنا جزء منه. تيار سياسي فيه أكبر قاعدة من السنة. لا أرجع للنقطة الأساسية. هل هو ترك السنة؟ جزء كبير، جزء وأنت مهم. وأنت عم تلملم الطائفة؟ عزيزتي، جزء كبير من السنة ومهم من السنة منه مع سعد الحريري ولا مع تيار المستقبل. أنا لما عم بحكي على الخيار السياسي اللي أخذه تيار السنة، تيار المستقبل، واستدرج وجاب وأخذ بالعاطفة وبالقناعة جزء كبير من السنة بمرحلة من المراحل، لكن هذا الخيار هو خيار 14 أدار، هو خيار المواجهة المباشرة مع خيار استتباع لبنان للنظام السوري ولإيران وللمشروع المسلح تبع حزب الله ولاستعداء الدول العربية ولاستعداء العالم، خيار البقاء بالشيء اللي بناه رفيق الحريري بحياته وأدى لاستشهاده. فلهيك خليني أرجع للنقطة الأساسية لما عم تطلع، لا أنا ما بعتبره، بعتبر أنه الذهاب من دون بوصلة. شو هي البوصلة؟ أنه يا أخوان نحن بهالأربع سنوات اللي قادمة تيار المستقبل سيكون عنده هالبرنامج وعليه، نحن طلعنا بدون برنامج. هلا انا متمسك بالرؤيه تبع رفيق الحريري للبنان، بالرؤيه اللي حاولنا انه نبنيها بقلب تيار المستقبل، مبنيه على النضال بالسياسه والرؤيه السياسيه، فلسفه سياسيه معينه، رؤيه للعروبه، رؤيه للبنان بتركيبته وخياراته، ما بتركها انا لمشروع سلاح حزب الله. بس سعد الحريري قال انه بوجود حزب الله وسلاحه لا يمكن خوض هذه الانتخابات النيابيه، يعني بمعنى كمان البعض بيعتبر انه هذه الانتخابات النيابيه عم تعطي شرعيه ايضا لحزب الله لانه رح يرجع باصوات الناس. انت تصوري هلا انه حزب الله قدر يربح اكثريه نيابيه، اعلن قاسم سليماني ب 72 نائب، لكن هاي الأكثرية النيابية حتى خلال وجود حزب الله بالبرلمان وسيطرته على الحكومات خسر منها 10، إذا منتذكر اللي استقالوا. صحيح. أوكي، جزء كبير منهم كانوا من هالمجموعة هيدي. أنا تصوري العكس هلأ، أنا خرجت من الحياة السياسية، حزب الله كان عنده 6 نواب سنة، أصبحوا 14 أو 13 أو 12، يعني أنا قربت حزب الله بدل ما يكون أكثرية، عنده أكثرية نيابية ضئيلة قادرة أن تقلبية من هون لهون بالخيارات السياسية، أوصلت إلى يكون أقرب إلى الثلثين مع نواب سنة. مع نواب سنة هو. يعني أنت بس برؤية نظرة هيك موضوعية، حسن نصر الله بجيبته 12 أو 13 نائب سني، بيروح على مؤتمر دولي أو بيجي الأمم المتحدة أو بيجوا الأمريكان أو مين ما كان بالعالم أو الفرنسيين اللي عم يدوروا على خيارات ليطلعوا من لا يطلعوا نفسهم ويروحوا على إيران لا يفتحوا شغل وإلى ما هنالك. أنا معي، أنا بمثل السنة والشيعة والدروز والموارنة والكاثوليك والكلدان واللي بدكم إياه، لأنه معي أنا 80 نائب بالبرلمان أو 78 نائب بالبرلمان، وأنا قادر حتى إذا بجهد معين إذا شي نائب سني بده يعمل رئيس وزراء أنه يجيب كتلته ويحطها بحضني بيصير 86 أو 85، ساعتها بكل موضوعية هيدي المحطة بتسكر مثل ما صار فيها بال2001. الفكرة الأساسية الوجود والمواجهة هو للدفاع عن مواقعنا نحن كناس بدهم يحافظوا على حريتهم. أنا بس لأعطي مثل للناس يمكن تستكبر هذا الحديث، يشوفوا لمن طغى خامنئي على الخيارات السياسية بإيران وأعدم كل اللي رافقوه بالثورة، أعدمهم لهربوا بالطيارات مجاهدي خلق اللي كانوا المقاتلين، المواجهة المقاتلة كان مين عم تشبه بهيدا الموضوع؟ حسن نصر الله. أنا ما شو هو المثل الأعلى لحزب الله بلبنان بالعالم؟ خامنئي. خامنئي مظبوط، ومشي البيان التأسيسي لحزب الله
نحن أمة حزب الله الذي نصر الله طليعتها في إيران. نحن أمة حزب الله، منا لا لبنان ولا أمة عربية ولا شيء، أمة حزب الله. لمن أنا بتطلع أنه مثله الأعلى هيك، أنا بعرف شو بيصير اللي اغتال رفيق الحريري واغتال محمد شطح واغتال سلة وعمل 7 أيار وقمصان سود، أكيد وقت اللي بيصير عنده 70 75 80 نائب لح يحطنا بالحبوسة. يعني سعد الحريري بخطوته عم بيسلم البلد لحزب الله؟ أنا برأيي من حيث لا يدري، لأنه ما بظن سعد الحريري حسب ما بعرفه، حسب ما نضلنا سوا وقفنا سوا، أنه هو يعني متوقع هالشي يصير. بس سعد الحريري دعا لتعليق العمل السياسي، ما سمعنا دعا لمقاطعة الانتخابات. تمام. ولكن كل الحديث عم بيصير تحت الهوى مثل ما نحن بنقول. نعم، أنا ما بعرف، يعني أنا واصل منه لقاله بشكل شخصي حتى وقت اللي قبل ما أستقيل بيقول نحن علقنا المشاركة بالانتخابات كيف كمواطنين. ولكن كثير ناس داخل تيار المستقبل عم بتقول انه في رسائل واضحه عم توصلن بعدم المشاركه بالانتخابات النيابيه. هيدا بيرجع لالون، اذا هن مقتنعين بهالشيء هذا هيدا خيار ديمقراطي. هيدا عم نحكي عن الناس، بس انا عم بحكي هل صحيح هذه الرسائل عم توصل للناس؟ انا عم اقول لك ما عم شوف شيء. ما حدا عم يجي يقول لك نحن حابين نشارك بس ما فينا. نعم في البعض، لكن اقليه ضئيله. يعني بالخلال الشهر الماضي بلشنا بوهم اسمه المقاطعة، وهم اسمه المقاطعة، ولكن شوي شوي بالحوار مع رفاقنا اللي برجع بالليك عشنا جيل طويل 25 سنة من نضال بقلب تيار المستقبل وتعرضنا للخطر ولا احتمال اعتقالات وكنا هنالك، تغير لأنه ما حدا وصل له رسالة بهالنوع هذا. كلياتهم سوا اعتبروا أنه فهموا أنه هيك لازم واجباتهم. لما تناقشنا وفندنا خطاب سعد الحريري وفندنا أيضا خيار الاعتكاف أو خيار المقاطعة وعدم من المشاركة، فأكثر من 70% هلأ بهاللحظة هيدي من رفاقنا رجعوا اقتنعوا بضرورة المشاركة. عندنا جزء اللي هو 20% اقتنع بالمعطيات لكن ما بده، بعده بيعتبر انه بده يسمع كلمه من القائد، وفي 10% حتى لو رجع سعد الحريري وقال عكس ذلك رح يضل يقولوا لا كان معه حق بهيداك الوقت. هول 10% يعني ما رح يتغيروا هلا وبعدين. من تيار المستقبل ماشي بالخط اللي انت حضرتك والرئيس فؤاد السنيورة؟ على كل حال رئيس فؤاد السنيورة رح يكون معنا غدا بمقابله عند الساعه 4:15 بعد الظهر. مين من رفاقكم بتيار المستقبل اللي كانوا معكم بكل مسيرة النضال اللي صارت بدنا نحكي من 2005 حتى اليوم ماشي بالخط اللي انتم عم تمشوا فيه؟ انا بدي اقول لك انه وقت اللي بلشت مرحلة الاعتراض ما كنا منسقين بين بعضنا ابدا. ما حدا قايل للتاني انه خلينا نعمل هيك حركة ابدا، لكن مجرد ما حسينا لقينا انه الناس المعترضين اعدادهم اكبر بكثير من ما نحن اصلا بنتمنى كنا. فبلشت المواقف تعلن. خليني اقول لك انا باللائحه اللي تالفت وشاركت فيها مع الزملاء عندنا احمد الخير اللي هو صحيح مش منظم بتيار المستقبل ولكن هو مرشح المنيا وهو اساسي بتركيب التيار المستقبل بالمنيا. اليوم بهيدا الموضوع تحديدا، اليوم جريده الاخبار عم تحكي انه احمد الحريري عم يدعم مرشح بالمنيا مع شخص كان من صقور تيار المستقبل باللائحه، هل عم يقصد؟ ما بعرف اذا هالشيء صحيح، لكن انا بصراحه الصحيفه الوحيده اللي ما بعتد برايها هي هالصحيفة هيدي. بس عم يساعدكم أحمد الحريري أو لا؟ في حوار لحلك شغلة، أنا ما قطعت الحوار مع حدا. حوار كان دائم مع سعد الحريري دائما، لأنه كان ما ينقطع الحوار مع رفيق الحريري الله يرحمه. وحتى كان الاعتراض عنده كان فضيلة، لما كنا نعترض عن خياراته بوشه كان يعتبر أنها فضيلة وأنه بهم ويكون في ناس عم تعترض على خياراته ويسمع لهم. لكن خليني أقول لك مع أحمد، مع أركان تيار المستقبل رفاقنا اللي معه ضد هذا الخيار وتناقشنا، لأنه نحن بالنهاية كمان برجع بأكد عشنا فترات نضال. يعني لما أحمد كان بشباب المستقبل كنت أنا إجي حاضر
بالمشروع السياسي تبع رفيق الحريري. فلهيك ما فينا نقطع مع بعضنا، ما في في احساس بالتعاطف اكيد، لكن رسميا تيار مستقبل يلتزم بقرار سعد الحريري بقلب المواقع. خليني ارجع للائحة اللي انا فيها، عندي سامي فتفت، عندي عبد العزيز صمد صديق لتيار المستقبل لكن منه حزبي، بقلب اللائحة بقلب طرابلس في عندي نقيب فهد مقدم اللي هو طلع من الفعاليات تبع تيار المستقبل بالمهن الحرة، عندي الدكتورة روبا دلاتي اللي هي عضو مكتب سياسي مستقيلة، في عنا الدكتور توني شاهين اللي هو أحد الفعاليات النقابية الأساسية اللي كان ناشط بتيار المستقبل، والباقيين كانوا أصدقاء ولكن كلته سوا بجو 14 إدار. تندخل بصلب المعركة بطرابلس، حضرتكم يعني عم نشوف في تنسيق للرئيس فؤاد السنيورة مع لوائح بتضم القوات وغيرها ببعض المناطق، ليه ما اتفقتوا أنتوا والقوات مع أنه بتتلاقوا على كثير من العناوين الأساسية؟ العناوين الأساسية ما بتعمل حواصل دائما باللوائح، بالقانون المسخ اللي عملته القوات اللبنانية، هذا القانون المسخ اللي اعتبرت القوات اللبنانية أنها هي تشامبيون تبعه، أنا برأيي أمسخ قانون ممكن الواحد يخوض عليه انتخابات لأسباب عديدة، وإن شاء الله نقدر نتفق بالخيارات السيادية بالمستقبل أنها رجع نغيره بالتفاهم معهم. لأنه إذا حصلت على دوبالة عدد نوابي ما يعني أني أنا معطيت لحزب الله الأكترية، لكن خلينا نطلع من هالموضوع هذا. هلأ عنا إشكال كبير، الحواس الانتخابية بهالحالة هيدي قد تكون أفضل بلوائح متفرقة، يعني بس لعبة انتخابية ما جزء في خلافات. لا لا خليني أقول لك شغلة، لكن أنا يعني من شهر ونص لاستقلت من تيار المستقبل، لواء أشرف ريفي لم يتوقف عن مهاجمة تيار المستقبل وسعد الحريري على مدى سنوات طويلة على الرغم أنه ما كان معه حق. أوكي، فأنا ما فيني بسهولة أني أقبل أني فوت بلائحة. بس العناوين اليوم، العناوين نفسها، هل خليني أرجع للنقطة، سيادة، السلاح، الفساد، على رأسي أنا ما في مشكلة. لهيك خاض هو الانتخابات بهالطريقة هيدي، نحن اخترنا خيار باللائحة بتناسبني أنا أكثر، بتناسب الزملاء اللي نحن فيها. اللي بيطلع بعد الانتخابات السياديين سيلتقوا بالتأكيد على مشروع واحد بمواجهة حزب الله، سيختلفوا بمشاريع أخرى لها علاقة بقانون الانتخابات، ببعض المسائل الإنمائية، ببعض المسائل الإجرائية، ولكن لازم يعني يكون عندنا خيار. يعني رح نشوفك أنت وأشرف ريفي بنفس الصف؟ بأي صف؟ الصف المعارضة، صف السيادة، نحن ضد حزب الله. بتمنى أنه هو يكون بالصف اللي ما بيفوت بشركة مع حزب الله بوزارة. معقول أشرف ريفي يفوت بشركة مع حزب الله؟ أنا ما بعرف، برجع بقول لك، بعد ما اتفقنا على عناوين هيدي، بس نطلع على هالمحل هيدا ما بعرف شو رح يكون موقفه. إذا قدرنا اتفقنا على عدم نغرى برئاسة حكومة، بوزارة، بخيارات تؤدي إلى ضرب صف المواجهة مع حزب الله، حكومة وحدة وطنية مع حزب الله مع نبيه بري كمان مشان ما أنسى يعني، أو مع الخيارات اللي بيسموا حالهم مشروع الممانعة، لازم يكون معارضة متماسكة. والخيار من نجيب مئاتي؟ ما بعرف هو شو بده يعمل. عم بسألك إلك. أنا ما ألي علاقة فيه. إذا وصلتوا على البرلمان معقولة تسموا نجيب مئاتي لرئاسة الحكومة؟ برجع بأكد لك، حكومة وحدة وطنية لن نسمي رئيس وزراء فيها. حكومة وحدة وطنية. إذا هلأ يعني معقول نجيب مئاتي يترأس، يعني تسموه ليترأس حكومة أكيد يمكن ما بتضمكم، أو حكومة مستقلين. ماشي، بس تجربة بلبنان خلال ساعتها ما بنعطي الثقة، كل مستقل كان تابع لحد ما بنعطي الثقة. يعني معقول تسموه نجيب مئاتي؟ ما بعرف، لحد هلا منا متفقين على النقطة هيدي بالذات. أنا بعتقد أنه مش بالضرورة يكون هو رجل مرحلة، لكن هو يعتبر حاله رجل مرحلة بالتأكيد. تقييمكم لأدائه بالحكومة الحالية؟ أنا ما كتير مبسوط بهالأداء. برجع بقول لك، حكومات قد لا يكون هو السبب فيها. ليش؟ لأنه هيدي حكومات الائتلافية اللي جربناها على مدى عقود طويلة أدت إلى ضرب كل الخيارات اللي حتى بيريدها رئيس الحكومة.
وأنا بأكد لك هذا الكلام قلته لرئيس شاهد رفيق الحريري سنة 2004، وقلته للرئيس سعد الحريري بعدة مراحل، وحتى مع الرئيس فؤاد السنيورة قلت له إياه وقت اللي كان هذا. بعدين طبعا الحكومة صارت مثل ما بنذكر استقالوا الأطراف المعترضة فيها. أنا بعتبر أنه الخيارات لحكومات الوحدة الوطنية تضرب الديمقراطية وتضرب المصداقية، وبوجود السلاح غير الشرعي تغطي السلاح غير الشرعي. بس اليوم إذا ما فتنا بحكومات وحدة وطنية في خطر الدخول بفراغ، لا؟ ليش؟ وتعطيل؟ في ليش؟ لحظة لحظة، ما عملوا حكومة اسمها حكومات، يعني حكومة رئيس نجيب ميقات الأولى 2000 عفوا الثانية. إذا أخذتوا الأكثرية ودخلتوا إلى البرلمان وقررتوا تشكيل حكومة، رح تقبلوا إنه تكون الحكومة تابعة للطرف الآخر وأنتم معكم أكثرية؟ إذا ما قدرنا نشكل حكومة تحمل شعاراتنا أو حكومة من المستقلين مثل ما كنا طارحين بالسابق أو الاختصاصيين، فأنا بشكل شخصي هذا اللي اتفقنا عليه على الأقل بالتفاهمات، أنه من السياديين اللي بدهم يوصلوا على مجلس النواب لن يقبلوا بتأليف حكومات. مع مين اتفقتوا عليه؟ مع الناس اللي بنعرفهم أنه سياديين. مش يعني مع القوات؟ خلي ما تحاولي تستدرجيني على محل ما بدي اروح. ما عم استدرجك، عم بشوف شو صاير. يعني انا بس بدي افهم. ما في اصدقاء كثير موجودين من السياديين، حكينا وقلنا نتمنى بس نوصل لهونيك ومن المستقلين. يعني ما عم بحكي حتى الناس اللي اعتبروا حالهم ثوره وانتفاضه وتغييرين والى هنالك، جزء منهم بيقول هيك. جزء منهم بيقول هيك. اذا وصلنا على الاقل انا التزم بشكل شخصي، إذا وصلت على البرلمان والناس اللي معي باللائحة، إنه أن نكون بهذا الموقع. لو كنا 3، لو كنا 20، أو لو كنا 65. كيف تقيمون الجو التغييري في طرابلس؟ في لائحة للتغييريين، هل عم تشوفوا إنه الناس عن جد بدها وجوه جديدة، أو الناس بعدها عندها ثقة فيكم؟ بداية الأمور كانت كل الناس بدها وجوه جديدة، ومنهم أنا. هذا كان أحد الأسباب اللي خلاني ما فكر حتى بالترشح بلحظة من اللحظات. لكن التغييريين كانوا يتأملوا بإنشاء لوائح فيها تغييريين، بيتأملوا أنه يقدروا يتفقوا على مشروع سياسي واضح المعالم بكتير أمور، فشلوا بهالشيء هذا وهن اعترفوا بهالشيء، وأنه يتفقوا على شخصيات ذات مصداقية وذات وجود جدي تغييري تقتنع الناس أنها تغييريين. لما شفنا هن شافوا انه في 4-5 لوائح تدعي التغيير بقلب مدينه طرابلس، لكن اللائحه اللي اجت طرحت حالها كتغييريه فاتت على المدينه من باب المال. بلشت ترش اموال ترش اموال ترش اموال، لدرجه انه حتى الكرسي اللي بقلب المهرجان اصبح رشوه ماليه، اصبح رشوه ماليه. باقيين شافوا انه التغيير يكون بشراء لوحات اعلانيه، 250 لوحه اعلانيه، فاعتبروا انه هذا هو التغيير. شو هو مشروعكم السياسي؟ بكره بس نصير بالبرلمان بنقلكم عنه. طيب شو بتمثلوا؟ من اين لك هذا؟ من اين جبتوا الاموال لحتى تخوضوا معركه انتخابيه ذات طابع مالي بهالشكل هذا؟ ما عندي اي جواب. لا عندنا اللائحه للوائح اخرى من شباب محترمين جدا، كثير بحترمون اصدقائي، لكن ما في اي رؤيه سياسيه ولا اي مشروع سياسي غير طرح كلمه شعبويه اسمها التغيير. وعندنا اللائحه اللي هي لائحه النظام السوري وحزب الله بقلب مدينه طرابلس، هون هن الموجودين. وفي عندنا لائحه الابناء، لانه هذاك اليوم احد اللوائح طلعوا لمن عم يعرفوا على برنامجهم السياسي، كل واحد طلع قال انا ابن فلان انا ابن فلان انا ابن فلان. فلهيك انا مني جاي اللي عم اقوله للناس كلمه واحده، اختاروا الناس اللي بيتحلوا بثلاث صفات. صفه النزاهه اللي ما فيك تكسب تمسك عليهم اي فساد شائبة. او اي اغراء بموقع باي مرحله من حياتهم. اثنين اللي عندهم القوه الكافيه ليثبتوا على موقفهم وما يخافوا لا من الاغتيال ولا من الترويع. وثلاثه اللي عندهم الذكاء الكافي والخبره الكافيه والمشروع السياسي اللي بيقنع الناس. هذا اللي عم اقول لهم للكل، وما عم شير لاي كلام اخر. في تنسيق بينك وبين الرئيس السنيوره؟
في حوار قائم بينه وبين رئيس سنيورا ولكن لم يصل إلى حد التنسيق. يعني إذا ربحوا اللوائح اللي عم بيشكلها السنيورا ودخلوا إلى البرلمان رح تكونوا بكتلة واحدة؟ أول شيء بدنا ننتظر شو مين إني ومن بعدها ما هو المشروع اللي بدنا نتفق عليه، ومن بعدها أكيد لازم نكون بكتلة وزنة قادرة تأثر. مين رح يكون بالبرلمان، مين رح يوصل بعدها منقرر. يعني معقول يكون عندكم اعتراضات على الأشخاص اللي رح يوصلوا مدعومين من السنيورا؟ ما بعرف، ممكن، بس لحد هلأ أنا ما في، يعني الشخصيات اللي البارزة لا أنا بحترمها، أما الشخصيات اللي ما بعرفها بدي جربها. تتوقعوا أنه يكون في رسالة للرئيس سعد الحريري بالأيام المقبلة يتوجه فيها لجمهور تيار المستقبل؟ أنا قلت رح رددها من جديد. أنا قناعتي بمعرفتي بسعد الحريري اللي ناضلنا معه وتشاركنا على مدى 17 سنة أنه التضحيات الكبرى اللي عملها بحياته تحتاج إلى خطوة مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية، أنه يطلع يقول للناس شيء واحد يفسر اللي قاله بهيداك النهار، يقول لم أطلب منكم مقاطعة الانتخابات، ولكن أنا بفضل كمان كلمة أبعد من هيك بتأملها من سعد الحريري اللي بعرفه، انتخبوا الناس اللي بتوثقوا فيها وقادرة تواجه قتلة رفيق الحريري. ليه معقول يطلع يقول هيك هلأ؟ يعني شو تغير؟ شو اللي رح يتغير؟ أنا ما عم أقول إنه رح يقول هيك، عم قلك أنا بشكل شخصي بتمنى هالشي، لأنه حقيقة الوضحت المسألة، لأنه لا المقاطعة رح تنفع ولا وضحت المسألة أو وصلت الرسالة؟ ما بعرف إذا وصلت الرسالة، لأنه أوقات في كتير ناس بيكون في تشويش حتى على السماء. في تشويش حتى على السماء. شو الرسالة اللي بده يوصلها سعد الحريري من هذا الأداء؟ بعطيك رقم تليفون واتصل فيه، ما بعرف. يعني تحليل. أنا ما بعرف، أنا اللي سمعته منه هو اللي قاله على التلفزيون. وبس. أكثر من هيك هو عنده جواب. اليوم الاعتراض أو بدنا نقول الغضب السعودي على أداء الرئيس سعد الحريري ممكن يأثر على أي خطوة بيقوم فيها؟ أنا بالنسبة لي الشعور بالمسؤولية الوطنية والاقتناع بأنه نتائج هذا الاعتكاف أو هذا الخروج قديش هي كارثية على قضية رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري، وعلى الناس اللي وقفوا مع سعد الحريري على مدى 17 سنة على السراء والضراء، واحتراما لتضحياته الشخصية بكثير من الأمور، لازم أنه يأخذ هالقرار بغض النظر من غضب أو من رضي. آخر سؤال بدي فوت شوي على مدينة طرابلس اللي شهدت نكبة بالأسابيع الماضية، الناس عم تطلع بالقوارب عم تتحدى الخطر، عم تتحدى الموت كرمال تهرب من لبنان. هذه المدينة اللي كان عندها الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء، الرئيس سعد الحريري اللي عنده أكثرية سنية أيضا بطرابلس كان رئيس وزراء، من يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه هذه المدينة؟ للبعض للأسف طبعا، يعني مع احترامنا لكل الناس بطرابلس، تصنف على أنه أفقر مدينة على المتوسط. مدينتنا منا فقيرة، مدينتنا مدينة غنية عندها مقومات لحتى تقدر أنها تكون المدينة الأولى في لبنان، وما في شك أنه انحرمت من هالشي بكتير محلات بقرار من زعامات التاريخيين، وأنا بعرف التفاصيل ما بدي فوت بالتاريخ، لكن بالمقابل كمان ما في شك أنه نحن هلأ عم ندفع ثمن انهيار الدولة بشكل أكثر من غيرنا. ليش؟ لأنه البلد كليته سوا نهار، وطرابلسية الأضعف كانت على مدى سنوات طويلة. بدي أذكر أنه طرابلس كانت فيها حروب مستمرة، كانت تعتبر بأيام النظام السوري أنها هي مدينة محتلة. من البداية أنا كنت طفل، كنا أطلع بمظاهرات من قلب باب التبانة لنعمل أمور مطلبية. تراكم هالأمور على بعضها، الأخطاء المتكررة والإهمال المتكرر أدى إلى أنه وصلنا إلى النتيجة هذه. لكن بأكد لك أنه مراكب الموت قد تخرج من أي مكان من قلب لبنان بأي لحظة من اللحظات.
بس اليوم الحاجة أكثر للهروب مش جاي أكثر من منطقة اللي طرابلس. خرجوا من قلب طرابلس مش بس طرابلسية، في سوريين وفي فلسطينيين وفي واللي موجودين هربانين من اليأس لأنه يقدروا يجمعوا ولو بدين كمية من الناس الأكثر فقرا ما قادرين يطلعوا بالمركب. الخروج من الواقع هذا هو إعطاء أمل للناس، إعطاء أمل للناس بتغيير جذري بقواعد اللعبة، إعادة لبنان على الخارطة الاقتصادية. الخارطة الاقتصادية تبع العالم بتكون من دون ميليشيا مسلحة، من دون استلباس على القرار السيادي، من دون الدخول إلى سوريا كميليشيات مسلحة وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية مع الدول أكثر أهمية للبنان اللي جزء كبير من أبنائنا بطرابلس بيشتغلوا فيها وبتجيهم أموال منهم. تهميش طرابلس كان مقصود خلال السنوات السابقة؟ بالأيام الاحتلال السوري نعم، بالأيام ما قبل الاحتلال السوري من قبل زعامتها التاريخية لأنه بدها تضل مسيطرة عليها، بفترة ما بعد تتالت الأمور ووصلت الأمور إلى مراحل أنا برأيي أنه ما له مصلحة الرئيس نجيب ميقاتي مثلا اللي هو طرابلسي أنه يهمل المدينة. أنا السؤال له ليش هالشي صار وقت اللي كان عنده 7 وزراء من قلب طرابلس، واحد وزير حتى صحيح. طلع من الحصة الشيعية اللي هو فيصل كرامي بهذيك الوقت، فأصبح ممثل ما بعرف لمين بداخل الحكومة ما فيني أقول، لكن ما في شك أنه في حاجة لقلب لهالمدينة هيدي، أن الناس اللي تطلع لتمثلها أنه تكون طالعة من قلب معاناة ناسها اللي فاتحة بوابة للناس اللي قاعدة كل النهار معهم واللي هي بتعرف أنه ما في حدا يغريها لا برئاسة حكومة ولا بوزارة ولا بمشروع هون ومشروع من هون. شكرا لك دكتور مصطفى علوش المرشح على المقعد السني في طرابلس وكل التوفيق طبعا بمسيرتكم. مشاهدينا أكتفي بهذا القدر حتى الساعة، عند الساعة 5:15 أستضيف المرشح على المقعد الماروني في بعلبك الهرمل دكتور أطوان حبشي.